هي فعالية بتقيمها فرق الدواوين في أرض السرايا، هي مساندة بشكل كبير للأسرى في سجون الاحتلال ودعم لهم، لأنه هاي قضية لازم إحنا نوقف فيها ولازم إحنا نشارك فيها ولازم إحنا ندعمها. بتمنى أنه رسالتنا هاي توصل للعالم أجمع ويعرف أنه في عنا أسرى محرومين من الحياة ومحرومين من كل الطرق اللي ممكن ياخذوها. يا جماهير الأرض المحتلة.